السلام عليكم ورحمة الله and welcome to Embedded Systems Minute مع خالد مجدي. Embedded Systems Minute أو اختصارا ESM ده Technical Program عن الـ Embedded Systems، بتكون من حلقات متنوعة كل واحدة مستقلة بذاتها، بتتناول موضوع معين وبدون أي ترتيب، ولكن there should be a pattern، ولو اكتشفناه فهنعمل Rearrangement وهنعيد ترتيب الحلقات عشان to make more sense. أنا خالد مجدي مهندس، درست Computer and Control Systems Engineering و Specialized in Embedded Systems و Freelancer, Technical Writer and Technical Trainer، وأنا The Author and Founder of Deep Blue، وده الاسم اللي أنا اخترته للبلاتفورم اللي أنشأته، وهو عبارة عن موقع إلكتروني عليه Technical Content مكتوب in English ومربوط بقناة على اليوتيوب بنفس الاسم، وفي بينهم زي ميرورينج كده بحيث ان كل درس او مقال على الموقع بينزل منه نسخه على القناه ولكن على شكل فيديو وباللغه العربيه، وده بهدف اسراء المحتوى العربي وتحديدا التكنيكال كونتنت ولتوفير كواليتي اديوكيشن بدون اي مقابل لاي حد مهتم او حابب يتعلم هذا النوع من العلوم في اي مكان وفي اي وقت. On Deep Blue في مقالات علميه ودروس او توتوريالز مع داونلودبل سورسز زي الاكواد والسكتشز والسكيماتكس، وفي كمان كورسات او دورات تعليميه كامله في مواضيع علميه معينه، وكذلك كيو ان اي للرد على تساؤلاتكم. كميه المحتوى لكل كاتيجوري من دول بتعتمد على تاريخ المشاهده بتاعتك للفيديو ده. لو بتشوف الفيديو ده مباشره بعد نشره على القناه فغالبا لسه الموقع قيد العمل والكونتنت محدود شويه، ولكن لو بتشوف الفيديو ده بعد سنه او اتنين ان شاء الله فديب بلو هيكون عليه كميه وافره من المحتوى باذن الله. لو عندك مشاكل او اسئله او عايز تكنيكال سبورت في اي موضوع ريليتد فانا دايما هنا باذن الله. فخلال السنين اللي فاتت انا ساعدت ناس كتير في مشاريع مختلفه سواء اوفلاين او اونلاين بداخل البلاد او حتى اوفرسيز، وان شاء الله هسبورت الكوميونتي ده قدر استطاعتي. ممكن تكونكت معايا عن طريق لينكد ان او من خلال الفيسبوك بيج، وطبعا الايميلز بتاعتي واللي ممكن توصل ليها بكل سهوله، واسهل طريقه انك تتواصل من خلال الكونتاكت فورمز اللي على الموقع @deepblueembedded.com. ولو حابب تعرف اكتر عني شوف الاباوت بيج او لينكد ان بروفايل، هو يمكن ليه فتره طويله ما عملتش ليه ابديت ولكن المعلومات اللي فيه ان شاء الله هتكون كافيه بالنسبه لك على الاقل. Embedded Systems Minutes What it is and what it isn't is not a course. ده مبدئيا كده لان الكورس بيكون ليه سيلابس وبيكون ليه تشابترز بترتيب معين وليه بدايه وليه نهايه وليه فتره زمنيه، ولكن ESM ما فيهوش الصفات الاساسيه المشتركه بين الكورسات فمش هنعرف نسميه كورس. It's not a Q&A. هو مش Q&A على الرغم من انه بتوصلني اسئله كتير على الاكونتات الشخصيه وعلى الايميلز، الا اني بحاول ارد عليهم قدر الامكان والموضوع لسه مانجبل ولسه تحت السيطره، وعشان كده في ESM مش هيكون في Q&A منكم، ولو في اسئله فهي غالبا هتكون اسئله ومواضيع اوريدي مطروحه حوالينا وهنناقشها مع بعض بشكل علمي. طيب هو لو مش كورس ولو مش Q&A امال هو ايه؟ ESM هو عبارة عن فيديوهات قصيرة من 2 إلى 10 دقائق عن specific technical topics related to embedded systems واللي مش بتفت in the scope of the course بتاع embedded systems على القناة دي. في على الأقل سببين يخلوني أعمل كده. أولاً أو السبب الأول زي أي content creator الأفكار والمواضيع مش دايماً بتكون متوافرة ومترتبة، عملية الترتيب أو التظبيط بتاخد وقت أطول مما تتخيل عشان المحتوى يتحط في context أو سياق كورس او دوره تعليميه اوريدي شغاله وليها اهدافها وماشيه بشكل سيستماتيك ناحيه هدف معين، وبيكون صعب للغايه اني اعمل انتربشن عليها او احاول اني اعمل توفيق بين الفكره او الموضوع اللي خطر على بالي حاليا وبين الكورس اللي اوريدي شغال، وبينتهي الامر باني اتخلى عنها واطنشها. هو ده السبب الاول. اما السبب الثاني فهو الاكسبيرينس بتاعه الكورس واللي هتتاثر بشكل سلبي لو عملت انجكشن لحلقات ESM وسط دروس كورس الامبيدد سيستمز، وهيزيد إدراكك للنقطة دي مستقبلا ومع مرور الوقت إن شاء الله هتحس إنه فعلا لو كنت سمعت المعلومة الفلانية عن الموضوع الفلاني وأنا لسه بدأ أتعلم الموضوع ده يمكن كان زمانها لخبطتني وخلت الموضوع أصعب بالنسبة لي، وعشان كده أنا عملت ESM. معلومات مفيدة ومتنوعة ملهاش ترتيب معين، ممكن تبدأ من الأول أو ممكن تبدأ من الآخر أو حتى تبدأ من النص، كل حلقة مستقلة بذاتها إلا لو في exceptions، وبسهولة ممكن تعمل سبسكرايب وتتابع المواضيع اللي بتثير اهتمامك وقت ما شئت أو شعرت بالملل أو لو حابب تسمع معلومة على السريع. يفضل تكون عندك خلفية ولو بسيطة عن الموضوع اللي بنتكلم فيه عشان أحيانا it may get more complicated وساعتها هيكون لا غنى عن البيزكس الأساسية بتاعت الموضوع اللي بنتكلم فيه. الكومنتس والفيدباك بتاعكم دي سيجنالز اللي بتوصل لي منكم وعلى اساسها بعمل فاين تونينج او تعديل للكونتنت اللي هينزل بعد كده ان شاء الله. اما السبسكرايب واللايكس والكومنتس والشيرز فدي سيجنالز حضراتكم بتبعتوها للالجوريزم بتاع يوتيوب عشان الالجوريزم ده يفهم ان الكونتنت ده ريليفنت لكيوردز معينه، فيبدا اليوتيوب انه يسجست الفيديوز دي للناس المهتمه بالكلام ده ويحسن من ظهوره في عمليات البحث الريليتد بالمواضيع دي. لو حاسس انك انترستد او لو عندك فضول عشان تعرف فانا بقترح انك تشوف اول 2 فيديوز وعلى اساسهم تعمل تقييم اذا كان ESM مفيد بالنسبه لك او لا.
أتمنى التوفيق لكل الناس، ولو عندك أي سؤال أو تعليق أو فيدباك فيور مور ذان ويلكمد، والكونتاكتس بتاعتي هتظهر حالا، والسلام عليكم ورحمة الله.